ماما هابي بيرثدي تو يو. ثانك يو. وان شاء الله العمر كله يا رب تبقين حلوه وانيقه ومتالقه وتبقين مدرسه لنا. هلا. شوفوا الكيكة اللي تخبر للجنن اللي جابت لي اياها موسى، الله لا يحرمني منها حياتي ولا يخليها حبيبتي. يا عمري ولا منك. هلو سنابي، شلونكم؟ صباح الخير والعافية. I miss you so much. هل كان من التعب؟ يعني كل اختفاء من بغداد تتراكم المواعيد والشغل ونهلك. ان شاء الله يا ربي تقضون اوقات ممتعة وليلة سعيدة ان شاء الله علي نايمين، وان شاء الله تصبحون على واقع جميل بإذن الله تعالى. كالعادة لازم كل ما اختفي حضر يعني لازم اجاوب على اسئلتكم، و راح تسألوني عن جهاز الليزر البارد اللي نستخدمه بالبيت. جهاز رائع يجنن، استخدمنا صار اكثر من جلسة، وهسه راح ارجع افتح لكم اياه واستغرق بعيني حمرة تعبانة. اعلمكم شلون تستخدموه، كلش استخدامه سهل. قبل جهاز الليزر سمنانة حواجبك سمنانة، حواجبك حلوة حواجبك محلوة، اثنين حواجبك حلوة، ثلاثة حواجبك محلوة، اثنين حواجبك محلوة، والله عجبتني وخلصانة من الرسم يومية. وتأخر نص ساعة أقعد أخط وتطلع أوجه وهاي صاعدة وهاي نازلة، ما عندي شعر يا عالم عوفوني متونسة بيها. وسمنانة عوفوني، استمتعت بكل التمن هذا اللذيذ بدبي يا ياسمين وبعمان هالعزايم. هسه راح اعاقب نفسي، اوقف بدري راح اعاقب نفسي وارجع انزل وزني، ارجع اصير باربي. صبر سامحوني. شلون اليوم منام من وراكم؟ منام ما نام حالف لا ما نام. هتدللون تمونون وتأمرون امر على هالرقبه. حياتي بالنسبة لأسئلتكم، أهم شيء عن جهاز الليزر البارد المنزلي، هذا هو اللي هو جهاز الليزر الإيطالي الأصلي، هذه بها علامة الجودة الفسفورة الأصلية. سعر 450,000 دينار مع الخصم 10% تحصلون عليه، يصير سعر أقل من محل ميديكا سويس بزيونة شارع الربيعي ببناية جراند مول داخل البناية مال آت هوم نفسها جراند مول اسمها. تدخلون بالبناية ثالث محل على ايديكم اليمين تلقون محل اسمه ميديكا سويس، تلقون به هذه الماركة، به هذا الجهاز انفتحت يا عيني. طبعا بير يجي هذا السيدي التعريفي للمنتج، وهنا يجي به ضمان، ويجي به هذا المينيو للشرح اللي هو بهذه النظارة نلبسها تعرفون على مود الإشعاع، ويجي بي هذه الثلاثة اللي احنا ملبسي واحد مستخدمي كل وحدة لها استخدام. شنو يسموه هذا؟ لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، بالله من الشيطان الرجيم. المهم بما أذكر تجي بي كل الشرح هنا يعلموكم التفاصيل المملة موجودة بالعربي، مثل ما قلنا هذيك المرة ب 300,000 ضربة، 300,000 ضربة، ومن تخلص بها سبير بارك يعني تتغير. حبايب بي 3 لمبات، اللمبة الأولى اللي هي لمبة الـ HR هي لإزالة الشعر، طبعا باردة وما تشوي بدون ما نخلي أي شيء على جسمنا، ولمبة النظارة وشد البشرة الـ SR، ولمبة الـ AC، واللمبة الثالثة هي لمبة علاج حب الشباب الـ AC. كل شيء شارح لكم هنا شرح مفصل وشون تستخدموه. هسه راح اشوفكم طبعا جهاز تخلوه على الشحن مثل ما تشوفون هنا يطلع عندكم. طبعا نستخدم احنا 1-2 البشرة البيضة مثل بشرتي، انا شوي مسمرة نفسي حسب هذا الصيف فصار شوية ايدي اسمر من جسمي. نستخدم الواحد والاثنين، كل ضربة ننتظر 5 ثواني حتى يرجع، ننتظر
الضربة الثانية خل أشيل السوار ثواني. طبعا أشرح لكم قبل استخدام الجهاز شلون لكل الناس اللي تسوي ليزر، أنصحكم نصيحة مهمة جدا، هي أنه تزيلون الشعر بالشفرة. طبعا يستخدمون ليزر لازم يشيلون الشعر، يزيلون الشعر بالشفرة تحديدا أو بالمزيل، ما يصير لا بالحلاوة يشيلون الشعر يا أما بالشفرة يا أما بالمزيل. ليش؟ لأنه حتى تبقى ما يصير لا بالحلاوة ولا بالواكس. ليش؟ حتى تبقى نص الشعرة يا جوا وتنضرب من داخل، داخل الجلد تنضرب ويموتوها من داخل البصيلة. هسا نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تمشون طريقة انسيابية مثل ما قلت، تنتظرون كل ضربة وراها 5 ثواني. أنصح بإزالة الشعر قبل يوم من استخدام جهاز الليزر. ليش؟ حتى الجلد ما يتحسس من الجهاز ويتأثر. طبعا من تشوفوه على مكان مدى يشتغل هذا الضوء الأخضر معناته المكان مو صحيح، الضربة ما قاعد الجهاز يعطي إشارة يعطي تنبيه. مثل ما شفتوا حبايبي هذا جهاز الليزر، تدللون تمرون أمر وتحملوني لأنه مرات أتأخر عليكم هواي بالرد عن الأسئلة، بس تعرفون حياة تلاهي ومشاغل هواية.